يسلم وشكرا كثير الحمد لله. لا انا مبسوط كثير انه ربحنا الماتش اليوم، كسبنا يعني شيء مهم كثير لنا ولالي انا وللفريق ولجمهور نادي الاهلي الحمد لله. ويعني مش اول ماتش لي انا كمان، كثير مبسوط انه دخلت الماتش يعني وقت ناطر انا لي من لما مضيت مع نادي الاهلي، ناطر هالوقت انه انزل العب بكنزة نادي الاهلي، فالاهلي الحمد لله وربحنا اهم شيء. لا اجواء مختلفه كثير بدي احكي صراحه، انا جاي من 20 تحت صفر وهلا 35 ورطوبه، بس الحمد لله انا كثير مبسوط بالنادي وكثير بحب العب مع اللعيبه اللي بالنادي، وحاسس حالي انه بلبق بالنادي انا، ما حاسس شيء مختلف كثير، عم بلعب زي وسام ابو علي وان شاء الله راح افوز بالطريقه دي. لا جماعة بس أنا إلي أبص التمرين وأتمرن مع الفرقة، فأنا عارف شو بدي أعمل وأنا عارف ليش جاي على النادي الأهلي ألعب كوسام وإن شاء الله خير. انا كان جاي على بالي اجيب الجول اليوم طبعا، بس اهم شيء انه كسبنا واخذنا 3 نقط، ان شاء الله المره الجايه نجيب جول، بس كل مره كل ماتش اهم شيء انه نكسب وبعدين بيجي اجيب جول انا.